بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد دائما مع سلسلة تحضير لنيل شهادة الأزور فوندامنتالز، فوندامنتالز أزور، شهادة أعزاد 900 الخاصة بأزور مايكروسوفت. إذا الهدف هو أزور داتا سيرفيسز دائما الآن مع أزور اس كيو ال داتابيز، أزور اس كيو ال داتابيز. إذا سنتحدث على هذا الاختصاص، هذه الخدمة المقدمة من طرف الأزور، أزور اس كيو ال داتابيز. إذا كما قلنا هدفنا أحبائي الكرام هو أزور، لاحظ أزور ولا اس كيو ال ولا داتابيز. إذا القواعد البيانات اس كيو ال المقدمة من طرف الأزور. إذا لاحظ بأن في الأزور هناك عدة اختصاصات. لا تعتقد أن الأزور أحبائي الكرام يجب أن تكون موسوعيا ومتخصص في جميع الميدان. لا أحبائي الكرام، غلط هذا. إذا هناك مجموعة من الاختصاصات. إذا هناك المحلل، إذا هناك المحلل، هناك صاحب اختصاص قواعد البيانات، هناك المبرمج، هناك أحبائي الكرام صانع المواقع الإلكترونية، هناك أناس مختصون في الحماية، هناك ناس مختصون أحبائي الكرام في الصيانة المعلوماتية، هناك أناس متخصصون في أنظمة التشغيل إلى غير ذلك. إذا داخل الأزور توجد مجموعة من الخدمات. إذا داخل الأزور توجد مجموعة من الخدمات. إذا الخدمات المقدمة للمستعملين، هناك مثلا مبرمج، مثلا هناك محلل، هناك مختص في إدارة البيانات أو قواعد البيانات، نعم، هناك أناس متخصصون في الحماية، وأزور يقدم كل صنف يقدم له الأزور مجموعة من الخدمات. إذا الحماية، هناك مختصون في الشبكات، هناك مختصون في الأنظمة، ولا هناك متخصصون في البيانات الضخمة، ولا البيج داتا، البيانات الضخمة. هناك أناس متخصصون في الذكاء الصناعي، Artificial Intelligence etc. إذا لا تعتقد بأنك يجب أن تقوم بالإلمام بالتفصيل الممل بكل اختصاص، ولكن فقط ليكون عندك رؤية. إذا أنت ستشتغل ضمن فريق معلومياتي متخصص في إنتاج الحلول المعلومياتية، وبالتالي يستحسن أن تكون لك بعض دراية صغيرة في اختصاصات الأخرى. الله أكبر. إذا كلا في اختصاصاتي. إذا عندما نريد، تخيل شركة أرادت أن ننتج لها مشروع معلومياتي أو رقمنة أعمالها، إذا سيتجه المحلل. أول شخص يتدخل هو المتحلل، المحلل هربي، المتحلل. إذا المحلل أو أناليست، المحلل يعني محلل أنظمة المعلوميات. إذا المحلل سيستعمل مجموعة من التقنيات. هذه التقنيات مختص في مثلا في UML، Unified Modeling Language أو لغة النماذج الموحدة، أو سيستعمل بعض الطرق كطريقة موريز. إذا المحلل سيقوم بإعداد دفتر تحملات مع الشركة، وسيدرس حاجيات الشركة وهدفها من خلال هذا التطبيق. إذا المحلل سيقدم لنا مثلا النموذج الفيزيائي للمعلومات، موديل فيزيك دوني. إذا سيعطينا مثلا سيرفيس، سيقولنا بأن هناك سيرفيس، عنده نيميرو سيرفيس، ثم هنا اسم المصلحة مثلا دائما، ثم هناك موظف، وعلى امبلويي اي موظف عنده رقم واسم والمصلحة التي يشتغل بها، وسيقولنا بأنك هناك علاقة بين نيميرو سيرفيس ونيميرو سيرفيس الى غير ذلك. اذا سيعطينا التحليل. إذا سنتجه إلى المختص الخاص بقاعدة البيانات. إذا administrator de la base de données، administrator
دو لا باز دو دوني. اذا هذا الادمنستراتور لا باز دوني يكون متخصص في هذه اللغه ستراكتشرد كويري لانجويج الخاصه بانشاء الاشياء الخاصه بقاعده البيانات وكذلك التجاوب مع هذه القواعد البيانات. اذا سنذهب الى المختص في اداره البيانات وسيقوم بخلق هذه الجداول. سيكتب مثلا لغه كرييت مثلا تيبل مثلا سيرفيس ولا سيقولنا بان نيميرو سيرفيس هو عباره عن انت وسيكتب بريماري كي مثلا بريماري كي ولا ثم نون سيرفيس فار شار مثلا 200 ولا. اذا سيقوم بخلق هذه الاشياء. اذا المبرمج سيقوم بانشاء الموقع الالكتروني الخاص بالحمايه سيقوم بحمايه الموقع الشبكات سيقوم بشراء او كراء مجموعه من الحواسيب وربطها الى غير ذلك. المتخصص في الانظمه سيقوم بتثبيت انظمه التشغيل داخل هذه الاشياء. البيانات الضخمه عندما نحصل على بيانات ضخمه سيقوم بمعالجه هذا الشخص. عندما نحتاج بعض الذكاء الاصطناعي لجعل الأشياء تحاكي العقل البشري سننادي على المختص بالذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينغ وتعليم الآلة إلى غير ذلك. إذن الخدمات، إذن هناك مجموعة من خدمات الأزور، كل خدمة موجودة، وعلى خدمة SQL، خدمة البي آي، خدمة البي آي مثلا، خدمة السيكوريتي، خدمة نيتورك، كاين الفيرتوال ماشين، كاين مثلا عندك اختصاصات عدة داخل الأزور، هي بيئة للبرمجة. وبالتالي إياك أن تعتقد بأن يجب أن تعرف كل شيء، ولكن يستحسن أن تكون عندك بعض الأساسيات في كل اختصاص. وفي هذه القناة اضغط على بلاي ليست وتجد مختلف التخصصات إن شاء الله، كتحليل الأناليز، كالبرمجة، كلغة بايثون، لغة C#، لغة الموبيل أحبائي الكرام، الحماية الإلكترونية، الشبكات، الأنظمة، إدارة البيانات، قواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي، تعليم الآلة. ستجد بلاي ليست ما يقارب 1700 فيديو أحبائي، رانا إشارتكم في هذه الاختصاصات ولا وياك، لكن يجب أن تتخصص في شيء واحد ليكون العطاء كبيرا. إذا SQL داتا بيز، يعني SQL داتا بيز يعني يعتمد على SQL سيرفر الخاص بميكروسوفت ويعتمد على ذلك. اذا ذهبنا هنا لنقرا Azure SQL داتا بيز از ا ريليشنال داتا بيز از ا سيرفيس، يعني هو عباره عن 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 موتور دو لا باز دوني يعالج المعطيات ولا بازد اون دو لاتس stable version of Microsoft SQL Server Database Engine. لاحظ بأننا عندما كنا نثبت SQL Server كنا نحصل على الأشياء التالية. إذا كنا نحصل على الأشياء التالية. إذا راجع الدروس الخاصة، إذا كنت تريد التعمق في هذه الأشياء راجع الدروس الخاصة ب SQL Server. و Azure SQL Database وعبارة عن database as a service او platform as a service. كما يعني Azure يقدم لك مجموعة من الخدمات يقدمها الازور خاصة ب ب SQL. اذا لاحظ بان هناك database هنا data ولا base as a service، وهي بالاحرى platform as a service يعتمد على SQL server database engine. لاحظ عندما كنا نشتغل على SQL server مثلا 2008 او 2018 كنا نقوم بتثبيت الاشياء التالية: engine يعني محرك قواعد البيانات database engine، كنا نستعمل reporting سيرفيس، ثم نستعمل اناليز سيرفيس لتحليل المعطيات، لانتاج التقارير كنا نستعمل ريبورتين سيرفيس، ثم انتجريشن سيرفيس لادماج بيانات من اصناف اخرى. اذا عندما كنا نقوم بتثبيت SQL سيرفر 2008 او 2018 كنا نقوم بتثبيت الاشياء التاليه. اذا ازور قدم لنا هذه الخدمه وسماها ازور SQL داتابيز. اذا SQL داتابيز از ا هاي بيرفورمانس، يعني عالي الدقه، لانه يضاهي، لان في حقيقه صراحه في السوق كاين اوراكل احبائي الكرام وكاين ماي اس كيو ال. ماي اس كيو ال استحوذت عليه شركه اوراكل الكبيره، ثم هناك اس كيو ال سيرفر. اعتقد بان هاد الثلاثه عباره عن
عن مستحوذي قواعد البيانات داخل العالم. إذن ريليبل فايل مانجمنت اند سيكيور داتابيز يوفر لك الحماية، يوفر لك الباك اب، يوفر لك توفير النسخ وحمايتها، إذن إلى غير ذلك من الأشياء. إذن ازور داتا سيرفيس ولا إذن كما قلنا Azure SQL Database مهمة جدا وموجودة أحبائي الكرام. إذا أردنا أن نلخص الأشياء التالية ولا إذا كخلاصة، وسنتعلم في الجزء الخاص بالتطبيق كيفية إنشاء قاعدة بيانات أحبائي الكرام. إذا عندما سنذهب إن شاء الله إلى البورتاي آزور، سنقوم بإنشاء إن شاء الله قاعدة باز دو دوني تحتوي مثلا إتيديون، يحتوي على مثلا طالب لاحظ مجموعة من المواصفات، مثلا الطالب عنده CN، عنده نو، سنقوم مثلا ببرمجة تيبل اسمه مثلا نيميرو دو موديول، اي طالب يدرس مجموعة من الوحدات، رقم الوحدة، اسم الوحدة، ماس اورير، عدد ساعات العمل، مثلا بروف، لاحظ بروف سنعطيه مثلا حتى هو CN بروف، ولا نو par exemple filière numéro de spécialité. Voilà, numéro de spécialité. C'est qu'on a un jadwal de spécialité, مثلا numéro de spécialité, ثم رقم الاختصاص، ثم اسم الاختصاص. لاحظ كما قلنا كلي بريمير، و كما يكون عندنا مثلا اتوديي، voilà يعني رقم الطالب، رقم الموديول مثلا النقطة المحصلة عليها نوت، وهذا كلي بريمير يتكون من حقلين، هنا كلي بريمير كلي بريمير كلي بريمير كلي بريمير. إذا هذا نموذج مثلا لقاعدة البيانات. إذا المحلل سيعطيك هذه قاعدة البيانات، والمختص في قواعد البيانات سيقوم بإنشاء هذه الأشياء. إذا ما يهمنا هنا أن مجموعة SQL Server كان فيه مجموعة من الخدمات. عندما كنا إذا كما قلنا أحبائي الكرام، عندما كنا نثبت SQL Server، لاحظ عندما كنا نثبت SQL Server مثلا كنا نحصل على الأشياء التالية: داتا بيز، لاحظ كنا نحصل كذلك على مثلا الروبورتين سيرفيس، إنتاج التقارير انطلاقا من قاعدة البيانات، روبورتين voilà service reporting services، voilà هذا ما يسمى ب S voilà RS voilà. ثم أحبائي الكرام كنا نقوم ب يثبت معه كذلك integration service، integration services هذا ما يسمى بال SS Integration Service، لإدماج بيانات من نوع آخر أو لتحميل معطيات مثلا من أوراكل إلى SQL Server أو إلى MySQL إلى غير ذلك، أو الملفات. ثم Analyst Service، ثم تحليل Analyst Service أو BI أو Business Intelligence. إذا عندما ننطلق إلى Azure سيكون عندنا العبارات التالية. عندما نذهب إلى Azure أحبائي الكرام ولا سنحصل على الخدمات التالية، هناك أسماء أخرى لهذه الخدمات Azure، هناك إذا Database سيتحول إلى خدمة SQL، لاحظ SQL Database. إذا ولا الروبورتين سيرفيس أحبائي الكرام سيتحول إلى Power، لاحظ Power BI Business Intelligence ولا Power. أما Integration Service سيتحول أحبائي الكرام إلى خدمة اسمها Data Factory، Data ولا Factory مصنع المعطيات. أما هناك أحبائي الكرام Analyst Service سيتحول إلى Analysis Services، إذا هنا سيكون عندنا Analysis، اسمح Analysis Services ولا. إذن هنا هذه هي الخدمات المقدمة. إذن كنا نشتغل بSQL Server. إذن أي متخصص إن شاء الله في قواعد البيانات يريد أن يتحول إلى الأزور سيجد هذه المنتجات: Database SQL Database، أما الروبورتين هو Power BI، أما هنا Data
داتا فاكتوري بالنسبه للانتيغراسيون سيرفيس، ادماج معطيات من بيئات اخرى، اناليزيس سيرفيس بالنسبه لتحليل البيانات. شكرا على انتباهكم، الى اللقاء احبائي الكرام.